من ناخذ التكامل ونحل التكامل راح يكون عندي ال v يساوي ال v نوت زائد a t minus t نوت. هنا من أخذنا التكامل السابق إن شاء الله في الفيديو السابق. إذا استخدمت كانت السرعة الابتدائية اللي هي t نوت يساوي لي صفر، راح يكون عندي القانون v يساوي لي v نوت زائد a t. هذا الاشتقاق الأول اللي اشتقيته من بداية من قانون التعجيل، يعني السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية زائد التعجيل في الزمن. زين، نفس الوقت أنا مو أعرف إنه ال v يساوي لي dx over dt. هنا طبعاً أكو خطأ بالطباعة، dx على dt مثل هذا. من أعوضها بهذا القانون اللي رقم واحد راح، أو المعادلة رقم واحد، راح أحصل dx على dt يساوي لي v نوت زائد at. dx يساوي لي v نوت زائد at مضروب بdt. آخذ التكامل لهذه المعادلة بالنسبة للx من x نوت للx اللي هي البوزيشن الأول ابتدائي إلى البوزيشن النهائي، وال بالزمن من تي نوت إلى تي، راح يكون عندي تكامل من إكس نوت للإكس دي إكس زائد بي نوت تكامل تي نوت للتي دي تي زائد أي تكامل تي نوت تي دي تي. من حصلت أني هذه المعادلة الحل مالتها سوري واستخدمت إنه الإكس نوت يساوي لي صفر والتي نوت يساوي لي صفر أيضا، حصلت على معادلة x يساوي لي v نوت t زائد نصف a t سكوير. ومن هذه المعادلة رقم 2 أقدر أحصل على x يساوي لي نصف t عامل مشترك مضروب بال v نوت زائد. أيضا هنا إذا عوضت، طبعا هذا حتى احصل البوزيشن، اذا عوضت ايضا ب a يساوي لي dv over dt وضربتها dx على dx وحليتها بهالطريقه، راح احصل v v dv يساوي لي a dx. اخذ التكامل لها بالنسبه لل v من v نوت لل v، وبالنسبه لل x من x نوت لل x، والعلاقه هنا بين السرعة والبوزيشن ويا التعجيل واضحة بهذه المعادلة. راح أقدر أفك التكامل هذا، الحل ما طلع لي نصف v سكوير ماينس نصف v نوت سكوير يساوي لي a x ماينس x نوت. بنفس الوقت راح يخرج لي معادلة جديدة، v سكوير يساوي لي v نوت سكوير زائد 2 a x ماينس x نوت. زين، هاي إذا كان x نوت هو صفر مثل ما قلنا، راح يخرج لي v سكوير يساوي لي v نوت سكوير زائد 2 a x، وهذه معادلة رقم 4 أيضا معادلة. راح نجي على الأمثلة. كمثال أني أقول لك سؤال مثل homework، جد لي هذه المعادلة. انت تروح تبدي منين؟ تبدي من الاشتقاق من a يساوي dv over d t وتنزل حد ما توصل لهذه المعادلة. اذا ردت هذه المعادلة تبدي ايضا من البداية لحد ما توصل، وبنفس الوقت تنتبه انه اني اذا ما قلت لك، يعني اذا ما حددت لك منين تبدأ تروح من بداية الاشتقاق، بس اذا حددت لك منين تبدأ من منين أنا انطيتك. مثلا إذا قلت لك أنا if v dv يساوي a dx مثلا، هذه جد هذه المعادلة، راح تبدي منين؟ تبدي من هذه المعادلة وتشتقها لحد ما توصل لهذه المعادلة. هذا واحد من الأمثلة اللي أنا انطيتكم. احنا نقدر نبدأ مباشرة بال